السلام عليكم. من ملايين السنين والبشر بيقشروا الموز وما كانوا يتعلموا الطريقة الصحيحة من أهل الاختصاص القرود. كيف معظم البشر بيقشروا الموز؟ بيختاروا الطرف اللي فيه جزع، وهيدي أصعب طريقة لأنه الجزع متين جدا ومليء بالألياف اللي بتصعب عملية التقشير، وهالشي بيسبب ضغط بيتلف الموزة من الداخل. الطريقة الصحيحة هي تقشير الموزة من الطرف الآخر، ضغط بسيط والموزة بتتقشر بكل سهولة بدون تشويه للمحتوى الداخلي. بتمنى هالمقطع يكون سليكم. للمزيد اضغطوا الرابط أدناه أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة، وما تنسوا تشتركوا وتشاركوا. إلى اللقاء.